في النمسا مهرجان الألوان الدولي الأول بمشاركة فنانين سوريين، تفاصيل أوفى في تقرير عمار دندش. كانت فيينا على موعد مع مهرجان غطت ألوانه بياض الثلج في المدينة، فكان سمبوزيوم فيينا الدولي الأول. في عاصمة الفن والجمال، وباشتراك نحو 40 فنان يمثلون أكثر من 14 دولة حول العالم، افتتح المهرجان الذي يهدف وبشكل رئيسي إلى إيجاد منصة تجمع فنانين من بلدان مختلفة. المهرجان دمج بين أو قرب بين ثقافات بلاد مختلفة، دول عربية وثقافات مختلفة من الدول العربية ومن قوميات مختلفة فيه، من أوروبا ومن أمريكا. فلما كل الناس دي تتجمع في مهرجان واحد وكلهم يستفيدوا من تجارب الفنان البعض، فدي طبعا حاجة مهمة جدا لكل فنان إن هو بيكتسب خبرات جديدة، فده كان من أهم أهدافنا. فعاليات عدة شملها السمبوزيوم على مدى 4 أيام، بداية بمعرض للفن التشكيلي الذي عكست ألوان لوحاته ظلا شرقيا على جدران غربية، وورشات عمل أظهرت معدن الفنان وقدراته. وما بين هذا وذاك كان للكلمة وقعا خاصا في أمسية شعرية. كان حضور الفنانين السوريين لافتاً من خلال لوحات عكست واقع الحال، وكانت مرآة وجع السوريين وما يمرون به من ظلم وقهر. أكثر التحديات التي واجهت هؤلاء الفنانين هي اعتزال اللون الأحمر والخروج من نفق اللون الأسود، وكان هذا كما قالوا كمن خلع جلده واستبدل دمه بماء. أعمالي دائما هي عم تنعكس واقعي بسوريا، كوني سوري أعمالي عم بتظلها مسيطرة، الواقع السوري مسيطر. إذا بتشوفوا اللي عم بحدث بعموم سوريا وحلب حاليا هي موجودة الدماء، وكانت أغلبية اللوحة هي دماء، لكن حاولت بعض التجميل أو التخفيف من المعاناة الحقيقية والواقع الحقيقي المعاش في سوريا. ختام المهرجان كان بحفل موسيقي تبعه توزيع الجوائز على أفضل الأعمال المقدمة من قبل المشاركين. أشرف على تقييم الأعمال لجنة حكم تضم عددا من الفنانين العالميين كالبروفيسور أورليش كانسيرت. فزت أنا بالمركز الأول بهذا السمبوزيوم، وأنا سعيد جدا بهذا الفوز، وكان عنوان اللوحات اللي عملتهم أعمال فنية عبارة عن لوحتين في فن الكولاج. عمار دندش لبرنامج مهجركم، فيينا، النمسا.